غارتن أربايت ميت بيتا. أعمال البستنا مع بيتا. دي غارتن أربايت. أعمال البستنا. يدن تاك تسوق بيتا زينو غارتن شتيفل آن. كل يوم يدن تاك كان بيتا يرتدي حذاء البستنا. تسوق آن هو الفعل أنتسين في الماضي ومعناه ارتدى يرتدي. دي غارتن شتيفل وهو حذاء البستنا. أوند جينج إن زاينن غارتن وكان يذهب إلى حديقته. هات فيلو أوف غابن تسو إغليدغن يعني كان عنده العديد من المهام لإنجازها. دي أوف غابن هي المهام. إغليدغن فعل معناه أنجز أو أكمل. تسو إرست نام زاينن بلومن توبف. دير بلومن توبف وهو الوعاء الذي نقوم بغرس فيه الزهور. يعني أولا أخذ نام هو الفعل نيمن في الماضي وعاء الزهور الخاص به. الفعل نيمن هو فعل بلوس أكوزاتيف لذلك عندنا زاينن. und pflanzt bunt blumen hinein وغرس أزهار أو ورود ملونة داخله. hinein يعني داخله داخل الوعاء الخاص بغرس الزهور. الفعل pflanzen ومعناه زرع أو غرس. دي بلومن وهي الأزهار. بونت يعني ملونة. دان نام زاينو كيلو. دي كيلو وهي هذه المجرفة الصغيرة الخاصة بالزهور تسمى دي كيلو. ثم أخذ المجرفة الخاصة به und pflanzt zamen in die Blumenkisten وقام بغرس البذور. دي زامن هي البذور في صناديق زراعة الزهور. دي بلومن كيستن وهي هذه المربعات أو الصناديق الخاصة بزراعة الزهور. أنشليسند يعني بعد ذلك. أنشليسند سوغ إر زاينو هاند شو آن بعد ذلك قام بارتداء قفازاته. دي هاند شو وهي القفازات. أم زاينو هند سو شوتسن لحماية يديه. شوتسن يعني حمى. und benutzt die Gartenscheren um die Blumen zu schneiden واستخدم مقص البستنة لتقطيع الزهور. die Gartenscheren هذا المقص الخاص بالبستنة. الفعل schneiden يعني قطع يقطع. الفعل benutzen هنا في الماضي يعني استخدم يستخدم. mit seiner Axt يعني باستخدام فأسه. دي أكست هو الفأس. شنيت بيتا يعني قطع بيتا. شنيت هو الفعل شنايدن في الماضي. هولت فور نوية بلومن بيتا الخشب لأحواض الزهور جديدة. داس هولت هو الخشب. دي بلومن بيتا وهي أحواض الزهور. دان نام إير زاينو شوفل ثم أخذ مجرفته. دي شوفل وهي المجرفة. und grub tiefe Löcher يعني وحفر فتحات عميقة. grub هو الفعل graben يعني حفر. الصفة tief يعني عميق. دي Löcher وهي الفتحات أو الثقوب. für die Pflanzen من أجل النباتات. دي Pflanzen وهي النباتات. دي زيغ هالف داباي دي إست دير بويم تسو كورتسن ساعد المنشار. دي زيغ هو المنشار. هالف هو الفعل هيلفن في الماضي يعني ساعد يساعد. هيلفن داباي يعني ساعد في. ساعد المنشار لتقصير أغصان الأشجار. دي إست هي الأغصان. دي بويم هي الأشجار. الفعل كورتسن يعني قصر. داناخ ميت بيتا دين غازن بعد ذلك قام بيتا بجز العشب. دين غازن مين يعني جز العشب. دين غازن هو العشب أو الحشائش.
mit dem Rasenmäher, يعني باستخدام آلة جز العشب. Der Rasenmäher, هي آلة جز العشب. Und begann dann die Pflanzen zu gießen. ثم بدأ بسقي النباتات. Gießen فعل معناه سقى يسقي. Begann هو الفعل beginnen يعني بدأ في الماضي. Drehte den Wasserhahn auf. فتح الصنبور. Aufdrehen فعل معناه فتح. Der Wasserhahn وهو الصنبور. Und sprühte Wasser ورش الماء. الفعل sprühen يعني رش يرش. Über die Blumen und den Rasen على الزهور والعشب. Mit dem Gartenschlauch بواسطة خرطوم البستنة. Der Gartenschlauch هو خرطوم البستنة. Anschließend nahm einen Eimer. بعد ذلك أخذ دلوا. Der Eimer وهو الدلو. Und mischte دونغا mit Wasser. وقام بخلط السماد مع الماء. Mischen فعل معناه خلط. Der دونغا وهو السماد. Und dann goss es auf die Pflanzen. ثم سكبه على النباتات. Goss هو الفعل gießen يعني سكب. Peter hatte eine Gießkanne und einen Rechen. كان عند بيتر إبريق سقي. Die Gießkanne وهو إبريق السقي. ومنكش. Der Rechen وهو المنكش. Benutzte die Gießkanne Wasser auf die Blumen zu gießen. كان يستخدم إبريق السقي لسكب الماء على الأزهار. الفعل gießen هنا بمعنى سكب أو صب. Und den Rechen die Blätter vom Boden zu entfernen. ويستخدم المنكش لإزالة الأوراق من الأرض. Die Blätter هم الأوراق ونقصد أوراق الأشجار. Entfernen فعل معناه أزال أو أبعد. Der Boden وهي الأرض أو الأرضية. Während Blumen pflückte بينما كان يقطف الزهور. الفعل pflücken يعني قطف. Sah viele Tiere يعني رأى العديد من الحيوانات. Sah هو الفعل زين في الماضي. Die Tiere وهي الحيوانات. Bienen summten die Sonnenblumen herum. النحل كان يقوم بالطنين حول عباد الشمس. Die Bienen وهو النحل. Summen وهو الطنين يعني الصوت الذي يقوم به النحل. Die Sonnenblumen وهو عباد الشمس. Herum يعني حول. Und Schmetterlinge flogen von Blume zu Blume. وكانت الفراشات تحلق من زهرة إلى زهرة. Die Schmetterlinge وهي الفراشات. Flogen هو الفعل fliegen في الماضي. معناه في هذا السياق حلق. In den Bäumen يعني في الأشجار. Hörte يعني سمع الفعل hören في الماضي. Die Vögel singen يعني سمع العصافير تغني. Die Vögel وهي العصافير. Und ab und zu sah eine Schnecke auf dem Boden. وبين الحين والآخر. Ab und zu تعني بين الحين والآخر. رأى حلزونا على الأرض. Die Schnecke وهو الحلزون. Manchmal sah auch Ameisen يعني أحيانا كان يرى أيضا النمل. Die Ameisen وهو النمل. Nachdem die Arbeit erledigt war بعد الانتهاء من العمل. Erledigt صفة معناها منتهي أو منجز. Sammelte Peter seine Werkzeuge in die Schubkarre. جمع بيتر أدواته في العربة اليدوية. Sammelte هو الفعل sammeln يعني جمع يجمع. Die Werkzeuge وهي الأدوات. Die Schubkarre وهي العربة اليدوية أو البرويطة.
und brachte sie zurück in die Garage. وأعادها إلى المرآب. Die Garage وهو المرآب. Brachte zurück والفعل zurück bringen يعني أعاد أو أرجع. Dann reparierte den Zaun. ثم قام بترميم أو إصلاح السياج. Der Zaun هو السياج. الفعل reparieren يعني أصلح أو رمم. Der seinen Garten umgab يعني المحيط بحديقته. Umgab هو الفعل umgeben يعني أحاط.